ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العذراء ليوم الثلاث 24 مايو/ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اغسطس ل3 سبتمبر. اوقات كتيرة تعتبر صعبة في طريقك، هتتعرض في شغلك النهاردة للاختبارات في اليوم ده، لكن مفيش داعي انك تتوتر اكتر. لو كنت قادر على انك تظهر المعرفة السليمة هتختبر ده حتى في حياتك الخاصة، وفي الحالة دي لازم تبقى عليك انك تدافع عن وجهة نظرك وما تفقدش تركيزك على الهدف الحقيقي، حتى مع وجوب انك تاخد قرارات صعبة ممكن تتغلب على اي مشكلة صحية بالراحة. فالحياة مش منافسة بالنسبة ليك، لازم انك تحارب فيها بشكل جاهد اكتر علشان تفوز. توقعات العشرية التانية مواليد 4 سبتمبر ل13 سبتمبر. هتحافظ على هدوءك اكتر، ممكن يكون اليوم ده فيه شوية اضطرابات من ناحية كتير من الحاجات اللي بتحصل النهاردة بتبقى مش بتمشي زي ما انت حابب انها تمشي. من ناحية تانية هتلاقي نفسك في مواقف كتيرة صعبة بسبب كل الأشخاص اللي حواليك، فما تبالغش في ردة فعلك، حاول انك تستعيد هدوءك وتفرضه على كل الأشخاص اللي حواليك علشان تعرف تخرج سالم من المواقف اللي بتعتبر غير سارة في الفترة دي. توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل22 سبتمبر. الصراحة مش دايما بتفيد، بيجيلك اليوم ده مصحوب بشوية مشكلات هتقابل فيها مواقف مش هتقدر تتغلب عليها إلا من خلال إنك تغير رؤيتك للأمور وتفصل نفسك عن كل الحاجات اللي بتعتبر قديمة ومعروفة، وتطلع لكل الحاجات اللي بتعتبر جديدة تتوخى بيها الحذر لما تبقى بتلوم على الأشخاص اللي حواليك. من الممكن أنت تكون ارتكبت شوية أخطاء النهاردة، حتى لو كنت متفتح تجاه أشياء جديدة هتتعلم كتير عن نفسك في اليوم ده.